معنا على الهاتف الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذ إيهاب، إزيك؟ إزاي حضرتك؟ الأول بس قبل ما نتكلم عن العنف، قولي. يعني قولي. بحييك على المقال اللي أنت كتبته بعد إلغاء هذه الدورة من مهرجان الجونة. كان في مقال النهاردة لزياد أحمد بهاء الدين بيثني وبيثمن كلمات حضرتك بأنه أحد الروافد المهمة والمساحات الكبيرة لإطلاع النافذة لإطلاع المجتمع الدولي الفني على المجتمع أو على صناعة السينما في مصر. يعني لو أخد منك جملة في عجالة على هذا الموضوع، وهل في إمكانية أن احنا نعيد النظر في هذه المسألة؟ هو طبعا زي ما انت عارف الجونة مهرجان خاص، احنا لا نملك غير نقول رأينا. طبعا ما هوش مهرجان تبع الدولة. طبعا كويس، أتمنى أنه الأخوين مساويرس، وإن كانت معلوماتي أن سميح حاليا هو يعني هو المسؤول الأول، ونجيب أيوه ساب الكرة في ملعب سميح. أتمنى أنه الأستاذ سميح يعيد النظر فعلا. طبعا ما هو مستحيل هيعمل الدورة دي، لكن كل أمنيتنا أن احنا على الأقل لا نفقد مهرجان كان نافذة مهمة جدا لينا، وقدر يحقق اسم على مستوى العالم قوي جدا. الجونة قدر في 5 سنوات يبقى مهرجان الناس تعرفه وتتكلم عنه وبيعرض أفلام مهمة، وسيبك من أنه السوشيال ميديا بتطلعه فستان وكلام كده، لا، المفروض أحكامنا مش أحكام على السوشيال ميديا، أحكامنا على الواقع. الواقع بيقول المهرجان صحيح في أفلام، في ندوات، في تكريمات، في جيل جديد من المخرجين كانوا بيتقدموا بمشروعاتهم عشان يحصلوا على تمويل ويعملوا أفلامهم. صحيح. كل ده هنتحرم منه السنة دي. صحيح. وفي نافذة دولية على إبداع مصر، وفي سوق للسينما بتتحرك. طبعاً طبعاً طبعاً، مهرجان قدر يعني في غضون 5 سنوات يبقى مهم ويحقق كل هذا الرواج. طب كلمة في سرك كده من غير ما حد يسمعنا، يعني أنا وإنت والجمهور بس، هل فعلا كسرت التركيز على فكرة السجادة الحمراء كل يوم رايحين جايين والفساتين العريانة ومين قالت لمين ولبس بنورتك مش عارف ايه قبل ما تجيبها وكلام الهكس ده والإشاعات والكلام الفارغ ده، هل ده فعلا ممكن يكفر الناس المؤمنة بهذا الدور الوطني الفني الراقي؟ ان هو بما انه مهرجان خاص يقول لك بقى خلاص بقى بلطها بيجي لنا منه وجع راس، وممكن يأثر حتى على شغلنا الرئيسي اكتر ما بيجي لنا منه شكرانية. يعني ما اعتقدش انه في رجل اعمال بحجم سميح او نجيب ممكن يبقى بالنسبة له اي نقد يهزه، هو عارف هو بيعمل ايه. صحيح. ومدرك انه السوشيال ميديا دايما في العالم كله بتاخد اللقطة، اللقطة مش هتبقى في فيلم، اللقطة هتبقى في فستان. وكل المهرجانات فيها فساتين ومش مرة واحدة، ما احنا كنا لسه في كان شوف كم مرة في ريد كاربت. صحيح. هو دخلت عريانة مرة بس كانت عايزة توصل رسالة عن أوكرانيا، عن الصراع يعني بين أوكرانيا وروسيا وبتاع. فيعني عايز أقول إنه العالم كله موجود فيه تفاصيل كتير من هذا القبيل، ربما احنا في مصر بنحط 1,000,000 خط تحت الفستان وبننسى ان فعلا كان في مهرجان مهم. أيه. وافلام مهمه جدا، وما انا اقول لك افلام مهمه شفتها مثلا بعضها، شفتها في كان، في برلين، في فينيس، وعارف قد ايه في جهد لجلب هذه الافلام وفي نجوم وفي ندوات. افتقدنا الحقيقه نافذه ضوء مشعه كبيره قوي. اتمنى انه في 2023 ان يعود المهرجان، كما يعني احنا لغايه دلوقتي البيان بيقول انه راجع. يا أتمنى رب. فعلاً لسه عندهم أربع شهور. أنا قلت لا بس هم واضح فكرة لما طلع بيان بالتأجيل يبقى خلاص. أتمنى، لكن مش هيحصل. طيب لكن خلينا بقى نخش في إنه ما يموتش المهرجان، يفضل يعني ينبض بالحياة، لأنه أحد أهم القوى، مظاهر القوى الناعمة في مصر خلال السنوات الأخيرة. طب خليني أخش مع حضرتك بقى لفحوى ما نقدم داخل الشريط السينمائي أو المسلسل التلفزيوني بعد الكفرج الرئيسي اللي احنا حطيناه ده، اللي هو الأساس بتاعنا ان احنا بنحمي هذا الإبداع وندعمه بكل قوتنا. تعالي نتناقش احنا كفنانين مع بعض وكإعلاميين، هل بالفعل الفيلم المصري والمسلسل المصري صدروا كم من العنف اتنقل للمجتمع وأصبح
مسهل لظاهرة العنف اللي بنشوفها في أكتر من جريمة. يعني إحنا عدى علينا في خلال شهر يعني 20-30 جريمة عنف بشكل يعني متعاقب يعني. بص إحنا دايما اتعودنا بعد أي جريمة نلبس الدراما والإعلام بيسموها يقولك لبسوا العلمة، يعني خليه هو المسؤول وراح دماغه كويس. لا أنا رأيي ده كسل، ما طول عمر الدراما في العالم كله مش في مصر بتقدم شخصيات سلبية وبتقدم شخصيات القاتل والمنحرف والمتعاطي، ما كل دول بتشوفهم. فكرة انه اذا قدمنا شخصيات سلبية المجتمع سيتحول الى مجموعة من الوحوش، دي مسألة بتتردد بين الحين والاخر مع وجود اي جريمة بيفتحوا الملف ويقولوا كده، لكن ده مش صحيح. لا انكر دور الدراما، لكن تخيل حضرتك لو طلعت كل الشاشات بتتكلم عن الفضيلة وعن الشخصيات الإيجابية، المحامي الكويس والطبيب الكويس والصحفي الجدع والبقال الظريف اللي كل الشخصيات كانت ملائكية، هل دي مصدقة؟ أكيد لأ، أكيد لأ، خصوصا لما تبقى هي النغمة الغالبة. لكن هو برضو هيطلع حد يقول لحضرتك فندم إنه إحنا عشنا على أفلام الخمسينات والستينيات ما كان فيها ده يا أستاذ. أيوة كان فيها، بس كنا بنقدمه. شوف قتل كم واحد، هو محمود المليجي. لا بس يعني حضرتك خد بالك كنا بنقدمه في إطار إن الفيلم بيدين هذا التصرف، مش بيروج لهذا الشخص. بص هو خيط رفيع، إذا أنت روجت للعنف ده موضوع، لكن إذا قدمت العنف ده موضوع تاني. طب هل إحنا بنروج للعنف في أعمالنا؟ بص تقديم العنف والانحراف والتعاطي ده واجب من واجبات الدراما، لأن أيوة طب الشارع. هل أنت في حياة معقمة؟ أكيد لأ، الحياة مش معقمة. لا إحنا في حياة معقدة. لا اللي فيها جراثيم يعني الشارع. أيوة أنا فاهم. في جراثيم، فأنت بتقدم الشارع مش بتقدم غرفة معقمة، الدراما كده. إذا أنت بتروج ده موضوع، لكن إذا أنت قدمت العنف ده موضوع تاني. يعني مثلا عاوز أحاول لك حاجة، في مسلسل اللي هو بطلع الروح. نعم؟ مسلسل بطلع الروح اللي كان بطلع الروح موضوع. طبعا كويس. المهم قالوا إنه هو أحمد السعداني مفروض كان بيحب منة شلبي، ولأنها رفضت حبه فعمل كل اللي عمله ده، يعني خلى جوزها ينضم للدواعش ويجيبها عشان يذلها ويتجوزها، فهمني؟ فقال لك انه طب ما هو احمد السعداني عمل كده، وبالتالي صدر فكره الرجل لو الست تركته عن يعني او رفضت حبه هينتقم. فايه ده؟ يعني انا عايز اقول بنحمل الدنيا والاغاني وكل الموبقات المجتمع بنحملها للفيلم والمسرحيه والمسلسل وراح دماغنا زي المشاغبين. ايوه مش قالوا ان المشاغبين السبب في تردي التعليم، مستوى التعليم في مصر. هل ده صح؟ اكيد لا، بس ده احنا بنستسهل. يعني ايه المشاغبين؟ ده هو في مشاكل كتيره في التعليم كلنا عارفينها، واحنا في المدارس كنا شايفين ان في اخطاء، كان انعكاس حقيقي فعلا. يعني الواقع في اخطاء، ما نجيش نقول المشاغبين هي السبب. لا اولا ده في فساد ساعات بيبقى اعلى من اللي بتشوفه في المشاغبين، من اللي بتشوفه في الدراما. صحيح. طب يا فندم يعني ممكن الدراما تبقى لسه يعني مش واصله للفساد ده. انا رايي ان احنا تبريه وسكينه. تعرف ريا وسكينه كانوا سنه كام؟ في نص الثمانينات تقريبا. لا 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 بتكلم عن المسرحيه ولا بتكلم على القصه نفسها؟ لا برافو عليك، على الواقع. لا الواقع اربعينات تقريبا. لا عشرينيات، 1920. صح، يعني من 100 سنه. اربعينات برضو يعني الفيلم الاولاني بتاع انور وجدي. برافو عليك. لا كان خمسينيات. كان 53. ايوه ده بتاع صلاح ابو سيف. ايوه كان المخرج صلاح ابو سيف. بس سيبك من ده، سنه 1920 كان في سينما في مصر؟ اكيد لا. كان في تلفزيون في مصر؟ اكيد طبعا لا. صح صح. طب ريا وسكينه دول طلعوا ازاي؟ ايوه ريا وسكينه، انت عارف ريا وسكينه دخلوا الموسوعه لانه هي جريمه نسائيه ويعني وبشعه جدا، يقتلوا هذا الكم ويدفنوهم في البيت. موسوعة ايه؟ جينيس؟ ايه؟ ده دخلت الموسوعة من زمان، يعني دخلت الموسوعات. ده حاجة لطيفة جدا. على انها حالة نادرة استثنائية للاجرام. طيب هل كان في تلفزيون وكان في سينما؟ لا ما كانش في فن محرض طبعا. طب خليني استاذ طارق اخيرا اسالك على نقطة مهمة يمكن هي اللي تبقى في هذا النوع من الحوارات.
هل انت بتدعم فكره ان الدوله يعني تتدخل مره اخرى وتنتج زي ما كان استوديو مصر بيقدم لنا اعمال كبيره، قطاع الانتاج في التلفزيون، صوت القاهره، شركه صوت القاهره، كانت اعمال برضو مش هقول قيم بس، لكن هي كمان كان مصروف عليها لا وكبيره. جميل حبيبي، احنا بنتكلم على الفن الجميل، انت الفن الدعائي انك تقدم مثلا عمل فني يحض على انك انت تساعد الجار، يعني كلها ايه رسائل مباشره. انا بتكلم على الفن الجميل، انا بتكلم على الفن الجميل، عمل فني غير مباشر يقول كل حاجه لكن بدون صخب. بص انا مع ان الدوله مش تنتج، تدعم للانتاج، خلاص بقى القطاع الخاص بينتج، انت تدعم الفن الجيد. يعني لك ان تعلم انه كنا زمان لغايه من 5 سنين كان في حاجه اسمها صندوق دعم السينما، وكانوا بيدعموا الافلام بحوالي 50، كان 25 مليون لكن تساوي دلوقتي قرابه 100 مليون 100 مليون جنيه مثلا 5-6 افلام. توقف من 5 سنين، ده مهم الدعم طبعا. طبعا ليه؟ انت هتنحاز لاعمال فنيه عظيمه. يعني تعرف رسائل البحر بتاع داوود عبد السيد بالمناسبه ما هو نتاج الدعم. يعني لولا كان في دعم من الدوله لرسائل البحر الفيلم المهم ده ما كنتش هتشوفه. اللي هو فيلم ايه يا فندم؟ رسائل البحر. رسائل البحر داوود عبد السيد بتاع اسر ياسين وبسمه. رسائل البحر افتكرته مش كده؟ فيلم مهم جدا من وجهه نظري. يعني من احلى افلام السينما المصريه في العقد الاخير ده. الدوله دعمت الانتاج، مش انتجت، لا دعمت. فانتج الفيلم وبقى فيلم بقى. انا نفسي الدعم يعود لكن الانتاج لا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معانا، الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، والحقيقه بيحط اراء مهمه، واحنا اصلا اتحرمنا من فكره النقد السينمائي المتخصص المصحوب بالفكر الراقي او بالفكر الفلسفي او بطبقه الثقافه اللي عارفه انه ايه اللي من الافضل نكمل فيه وايه اللي من الافضل نلغيه.